كنظن بانه مستقبلا في المباريات في اي وقت احتاجنا فهم غيكونوا افضل. بالنسبه لكم الان هناك ربع نهائي وربع نهائي تلعبوا هناك الاقصاء المباشر اذا من توقع هذه المباراه مخصصه للاقصاء المباشر ان شاء الله يعني ان شاء الله ونحققوا واحد النتيجه ايجابيه اداء ونتيجه ان شاء الله ونتمنوا بالمناسبه نتمنى الله معنوي الله يخلينا نكونوا في النص. شوف شوف.